بهدف بعث الروح في الصناعة النسيجية بالجزائر، عمدت وزارة الصناعة إلى إنشاء تكتلات تضم المهنيين في الشركات العمومية والخاصة في خطوة لكسر المنافسة ووقف التبعية الخارجية، خاصة في مجال المواد الأولية. السيد رئيس الجمهورية طلب لنا بديكري دي كلوستر جمعية سومونتران دو روغروبي لي كاباسيتي تاع لي سوسيتي بيبليك والبريفي، باسكو البريفي هو الصح 90% راه في البريفي. Nous avons les compétences, inshallah. رانا en train de voir quels sont les problèmes, المشاكل اللي عندهم، ومن بعد راح نجمعوهم وراح نعطي نظره ورقه طريق من اجل الخروج من هذه التبعيه تاع الخارج. في ذات السياق تعمل الوزاره بالتنسيق مع وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه على اعداد استراتيجيه تشجع انتاج القطن محليا. من المشكل تاعنا سي لا ماتيير بروميير، يعني نقولها لا ماتيير بروميير الي امبورتي 100%. احنا دوكا كاين نظره مع وزير الفلاحه ان شاء الله من اجل الاستثمار في ماده القطن هذيك النوفيل تكنولوجي لو سيستم تاع غوتا غوت. ولضمان عوده الصناعه النسيجيه لسابق عهدها، تعمل الجهات الوصيه على مرافقه المؤسسه المستثمره في القطاع للسماح بتطوير الشعبه وضمان فرص عمل جديده. نحن نعمل هنا في وزارة التجارة وكذلك في وزارة وكالة ألجيكس يعني منذ حوالي سنتين ونصف من أجل تحليل دقيق لهذه الشعبة الإنتاجية، وسوف يكون مبرمج هناك إن شاء الله في شهر أفريل إن شاء الله معرض وطني وكذلك أبواب مفتوحة. تقريبا عندنا نظرة حول هذه الشعبة وسوف يتم التركيز عليها بجدية. خطة الحكومة لتطوير شعبة الصناعة النسيجية تنطلق بالتخلص من التبعية للخارج عبر تطوير الإنتاج المحلي في المواد الأولية والمنتجات النهائية، مروراً بدعم المنتجين الجزائريين والترويج لهم داخلياً وخارجياً.